الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم طلاب الأحباء. ننتقل اليوم إلى النص الثاني من نصوص مادة لغة عربية 101، وهو نص ابدأ بنفسك لأبي الأسود الدؤلي. أولا لابد أن نعرف التعريف بالشاعر، هو مطلوب منا. ولد في 16 قبل الهجرة، أي قبل الهجرة النبوية، وتوفي في 69 من الهجرة ميلادي. ولد في 605 ميلادي وتوفي في عام 688 ميلادي. هو أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم. هو عالم نحوي، وضع علم النحو في اللغة، وشكل المصحف، ووضع النقاط على الأحرف العربية. يعني قبل أن يأتي أبو الأسود الدؤلي لم تكن جيم بها نقطة، هو من شكل هذه الحروف. ولد قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه آمن به ولم يلتقيه، لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. تولي إمارة البصرة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يلقب بملك النحو لأنه هو واضع النحو. قال عنه ابن حجر العسقلاني أنه ثقة في الحديث، إذا هو موضع ثقة في أي حديث يروي. هذا النص ينتمي إلى العصر الأموي، وهو يعد من أي أنواع الشعر، هو من شعر الحكمة، يدور حول بعض الحكم التي تصلح حياة الإنسان والمتصلة بأخلاقيات المعلم. وهو لون من ألوان الشعر ذاع وانتشر عند العرب قديما، واهتموا به اهتماما فائقا، يدل على ذكائهم وشدة وحسن تفكيرهم وتدبيرهم وتمكنهم من خبرات سابقيهم. أول ثلاث أبيات لها عنوان، سنلاحظ أن عنوان القصيدة بشكل عام ابدأ بنفسك، وكل ثلاث أبيات كانت تحمل عنوانا. عنوان الأبيات الثلاثة الأولى ابعد عن الأحمق، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم، وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلومه. أولا سنلاحظ في اللغويات عندنا جيم بمعنى جمع الكلمة، ميم أي بمعنى مفرد الكلمة، وعندنا حرف إكس دلالة على أن ضد هذه الكلمة. ونبدأ أولا باللغويات، نمسك القصيدة وأبيات القصيدة وننظر للكلمات في أو معاني الكلمات. لما قال حسد الفتى أي غبطوا، وسنفرق بين الحسد والغبطة. مقصود بالفتى هو رجل، فتى مفرد تجمع على فتيان أو فتية، ينال بمعنى يحقق أو يحصل، عكس ينال ويحصل يفقد أو يحرم. سعيه، السعي هو الكسب والمقصود بها المكانة المرموقة. فالقوم أعداء له وخصوم، القوم هم جماعة من الناس تجمع على أقوام، أعداء يعني خصوم، مفرد كلمة أعداء عدو، وخصوم مفردها خصم. فالقوم أعداء له وخصوم، فاترك مجاراة السفيه، المجارة هي مسايرة وموافقة على آرائه، عكسها مخالفة. السفيه هنا في الأبيات بمعنى ناقص العقل أو الإنسان الأحمق. كلمة سفيه تجمع على سفهاء وسفاه، عكسها إنسان حكيم أو إنسان عاقل. فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم، الندم هو الأسف والحسرة. فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم وغب، الغب بمعنى العاقبة، وتجمع على أغباب. فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم، وخيم بمعنى شيء سيء أو شيء مضر، تجمع على وخامة، وخيم مفرد تجمع على وخامة أو وخام أو خام، إنها ثلاث جموع. عكسها شيء حسن، فإذا عتبت بمعنى لمته، عكس عتبت عذرته. لمته بمعنى عاتبته، قلنا عكسها أن عذبت هذا الشخص. وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي بمعنى تفعل، عكسها تبتعد وتكف أو تتجنب. فأنت ظلوم، ظلوم بمعنى كثير الظلم، عكسها إنسان عادل. الآن فرق لي بين الغبطة والحسد والعدو والخصم. الغبطة أن تنظر بعينك لشخص
بيده نعمة دون أن تتمنى زوال هذه النعمة، في حين الحسد أن تتمنى زوال هذه النعمة عن ذاك الشخص. أما العدو والخصم، العدو بيكون يعاديك في قلبك لا يظهر بلسانك، الخصم عدو باللسان، يعني يتلفظ بألفاظ وبقول يبين أنه خصم لك. يستهل الشاعر النص هذه الأبيات الثلاثة بتقرير حقيقة وهي وجود الحسد بين الناس، وخاصة حسد الناس للفتى حينما يتمتع بمنزلة مرموقة ومكانة عالية عند غيره، وهم لماذا يحسدونه؟ لأنهم يعجزون عن الوصول لتلك المنزلة التي وصل إليها هذا الشخص من مال أو جاه أو سلطان، وحينها يتحول هؤلاء الحاسدون يتحولون إلى أعداء وخصوم، لذلك هم سفهاء وحمقى، بدلا من أن يفعلوا ليصلوا لمكانته يحسدونه ويتمنون زوال تلك النعمة عنه. في مثل هذا الحال حينما نرى خصوما وحمقى يحسدوننا على ما متعنا به، ما هو مطلوب منا؟ يجب على ذلك الشخص أو هذا الفتى أن يبتعد عن مجاراة تلك الفئة، لأنه إذا فعل فعلتهم فإنه يكون ظالما لنفسه ويندم على مجاراتهم. يؤكد الشاعر حكمة أخرى، أن الإنسان إذا عاب على السفهاء، إذا يعني أظهر لهم أنهم سفهاء وحمقى، فعل فعلتهم وظلم لنفسه. ما الحقيقة التي يقررها الشاعر؟ طبعا يقرر وجود الحسد بين الناس، وغالبا الحسد يكون من إنسان ناجح وصاحب مكانة مرموقة. متى يزداد حسد الناس؟ يزداد عندما يجدون من هو أعلى منهم كصاحب منزلة رفيعة أو غنى، أو عندما يعجزون على أن يصلوا للمنزلة التي وصل إليها من همم رفيعة من مال أو جاه أو سلطة، حينها يتحول هؤلاء الحاسدون إلى أعداء وخصوم. لماذا لا يجب أن نعتب على السفيه؟ لأننا سنقع في الندم حينما نجاريهم في أفعالهم فنكون قد ظلمنا أنفسنا. متى يكون الإنسان ظالما لنفسه؟ يكون حينما يجاري السفهاء ويصفهم ويظهر لهم بأنهم حمقى ويبين لهم أن ذلك الفعل أحمق، فهو إنسان شديد الظلم لنفسه. لما قال حسد الفتى في البيت الأول، قال حسد الفتى، حسد هنا كناية عن شدة الحقد والكراهية عند بعض الناس، وكناية عن سمو منزلة ذلك الفتى. سر جمال هذه الكناية، كناية عن شدة الحقد، أنها مأتية بالمعنى المصحوب بالدليل فيه إيجاز وتجسيم. استخدم الفعل الماضي حسد للثبوت والتحقق، لما قال حسد الفتى هذا أسلوب خبري للتقرير والتوكيد. أيهما أدق، حسد الفتى أم ضغط الفتى؟ طبعا حسد، لأن الحسد فيه الكره وحقد ونوع من البغض، لكن الغبطة طبعا فيها نوع من تمني يعني الشيء الخير. الفتى، ليه قال الفتى حسد الفتى وعرف كلمة الفتى؟ توحي بالشباب والقوة، وعرف هذه لبيان شهرته المدوية والمعروفة بين الناس. لما قال حسد الفتى إذ، هذه إذ ظرف للماضي، تستخدم للفعل الماضي، تفيد الثبوت والتحقق. ولماذا لم يستخدم إن؟ كان فيه يقول حسد الفتى إن لم ينالوا سعي، إن فيها شك، لكن إذ فيها ثبوت وتحقق أنه حسدوه على الحقيقة. إذ لم ينالوا سعيه، لماذا حسدوه؟ لأنه لم ينالوا المنزلة التي وصل إليها، إذا لم ينالوا سعيه. عللت جملة تعليلية، عللت ما قبلها وفسرت ما قبلها، وهنا إذ لم ينالوا سعيه كناية عن فشل وخيبة الحاسدين، لأنهم لم يصلوا إلى المنزلة التي وصل إليها هذا الفتى. سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. سنلاحظ أغلب الكنايات كان سر جمالها هذا المعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. إذ لم ينالوا سعيه، السعي تعبير يوحي بأن مكانة الشاعر استحقها بجدارة، لم يستحقها بواسطة أو دون يعني شيء عمل له، لا، استحقها بجدارة. كلمة أعداء وخصوم، لاحظ هنا في ترادف بين أعداء وخصوم، نسميه إطناب بالترادف. ما الذي يفيد؟ يفيد التوكيد، وفي من هذا الجمع تنوع وكثرة.
ليه استخدم أعداء وخصوم وجاءت نكرة للتحقير والذم؟ كان بيقلل من شأنهم. فاترك مجاراة السفيه، فاترك، هذه الفاء تفيد السرعة، فاترك مجاراة السفيه نتيجة لما قبلها. ليه؟ حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. إذا حدث هذا الشيء إيش تعمل؟ فاترك مجاراة السفيه. فاترك مجاراة السفيه هنا أمر، هذا نسميه أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي. ما الهدف منه؟ النصح والإرشاد. السفيه ليه عرف كلمة السفيه؟ للعموم والشمول ولقبح هذا التصرف عمه. فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم. لا يترك مجاراة السفيه؟ عللها بأنها ستكون سيترتب عليها ندم لما قبلها، وأكد هذا الأسلوب بإن. لما قال ندم غب وخيم، ندم وغب ووخيم، جاءت هذه الكلمات نكرة، ما الهدف منها؟ تنفير وتهويل، والجمع بينهم لتأكيد هذا الأثر السيء حين نحاور الشخص السفيه. إذا ندم وغب ووخيم كلمات تقريبا قريبة من بعضها، ونكرت من هدف التنفير منها، ينفرنا من ارتكابها وتهويلها، ولتبيان وتأكيد الأثر الذي سيترتب عن محاورة السفيه. وأيضا حينما قال فإنها، فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم، ندم وغب بعد ذاك وخيم، هذا نسميه أسلوب قصر. إنها غب وخيم، هذا أسلوب قصر للتخصيص والتوفير. أما في البيت الثاني لما قال فاترك مجاراة السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم، هنا كناية عن دعوة إلى البعد عن مجاراة السفيه. ليه؟ لأنها سترتب عليها ندم، ويعني شيء يوحي بدنو منزلة هذا الشخص اللي بيرتكب هذا الأمر. سر الجمال في هاي الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. وإذا عتبت، هذا أسلوب شرط، ما الهدف؟ لاحظ بدأوا بأسلوب الشرط. إذا عتبت، وإذا عتبت على السفيه فأنت ظلوم، بجواب فأنت ظلوم. وإذا عتبت هنا أسلوب شرط للتحذير والتخويف وبيان ضرر عتاب الأحمق. لما تعاتب شخص أحمق الجواب أنت ظلوم. فإذا عتبت ولمته كلمات مترادفة نسميه إطناب بالترادف، الهدف منه التوكيد. فإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي، ما هنا تفيد كل شيء تقوم به يترتب عليه أنت ظلوم، ما هنا تفيد العموم والشمول. تأتي بمثل ما تأتي، تأتي فيها إيجاز لم يذكر المفعول به هنا، ليكون الأمر مفتوح على كل شيء يترتب على هذا الفعل أو الإتيان، أيضا للعموم والشمول. فأنت ظلوم، شبه هذا الإنسان بالشخص الظالم، سر جمال التشبيه التوضيح، ويوحي بسوء تصرف هذا الشخص وحماقته. فأنت ظلوم، إذا قمت بهذا العتاب فأنت ظالم لنفسك نتيجة لما قبلها، وهو جواب الشرط. كلمة ظلوم صيغة مبالغة تفيد كثرة الوقوع في الظلم، واستخدم كلمة ظلوم نكرة من أجل تحقير هذا التصرف. في الأبيات الأربعة، أربعة وخمسة وستة، عنوانها كن قدوة حقيقية. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وضدنا، كيما يصح به وأنت سقيم، أراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عقيم. أول شيء المعاني الكلمات، المعلم هو الموجه أو المرشد، هلا نسميه أسلوب تحضيض يفيد الحض والحث والتشجيع. المقصود بالتعليم هنا التوجيه. لما قال تصف الدواء، تصف أي تشخص وتحدد الحالة، الدواء وهو العلاج تجمع على أدوية، عكس دواء الداء أو السقام. طبعا السقام هو المرض الممتد لفترة زمنية طويلة، عكسها الصحة. الضنا هو التعب، عكسها الراحة. كيما يصح، يصح بمعنى يبرأ ويشفى، عكسها يمرض. كيما يصح به وأنت سقيم، سقيم بمعنى مريض، تجمع على سقم وسقام وسقماء، عكسها إنسان صحيح مشافى معافى أو سليم. وأراك تصلح، تصلح بمعنى تعالج، عكسها تفسد.
وأراك تصلح بالرشاد، الرشاد بمعنى الهداية عكسها الضلال، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، أبدا بمعنى دائما. ولاحظوا الرشاد هي الهداية عكسها الضلال أو الغي، أبدا بمعنى دائما تجمع على آباد وأبود. وأنت من الرشاد عقيم بمعنى خال فارغ، تجمع على عقائم وعقم، عكسها العقيم إنسان ولود. لاحظوا في الأبيات الأربع وخمس وست، يدعو الشاعر من يقوم بمهنة التعليم للآخرين أن يكون قدوة حسنة، فيعمل بما يعلم أو يعمل بما يعلم غيره، فإن زل أو أخطأ عن هذا العلم زل بزلته عالم من الخلق، لأن الأشخاص يقتدون به. ويوضح الشاعر فكرته فيجعل المعلم لغيره كالطبيب الذي يصف الدواء، فكيف للطبيب أن يصف دواء وهو مريض بهذا المرض؟ فمن باب أولى أن يصف الدواء لنفسه قبل أن يصفه للآخرين. ويؤكد لنا الشاعر أن المعلم الذي ينصح غيره ويحاول أن يوجههم ويصلح عقولهم بعلمه ثم يعجز عن إرشاد نفسه هو معلم عقيم لا يستفيد مما يحمل من العلم، فنفع لغيره مثل الإناء وفيه ماء لكن هذا الماء غير صالح، وكذلك ذاك المعلم. متى يحق للإنسان أن ينصح؟ أولا ينصح حينما يبدأ بنفسه، لابد أن يكون قدوة لغيره، إذا لم يتمثل بهذا الشيء لا يصح أن يتحدث عن هذا الأمر. حتى يكون قدوة للآخرين يجب أن يصف إنسان دواء للمرضى وهو مريض مثلهم لا يعرف لنفسه دواء، يجب أن يشرب هذا الدواء ليشفى منه قبل أن يعطيه أو يصفه للآخرين. الآن في جانب التذوق، لما قال يا أيها الرجل هذا أسلوب إنشائي لأنه نداء، الهدف منه هذا النداء للتنبيه وإثارة الذهن استعدادا لتقبل نصيحة. غالبا حينما أنادي شخص أريد منه شيء، فإذا أريد أن أقدم له نصح وإرشاد وهذا أسلوب إنشائي. يا أيها الرجل المعلم وغيره، لما قال كأنه أنت بتعلم غيرك فيه تعبير، فيه سخرية واستهزاء من فعل هذا الشخص. هلا لنفسك، هلا أسلوب تحضيض وهو أسلوب إنشائي فيه حث وتحضيض ونصح. هلا لنفسك كان ذا التعليم، لاحظوا قدم خبر كان على الاسم، ذا التعليم هو اسم كان، طب وين الخبر؟ لنفسك. ليه قدمه؟ هذا نسميه اسلوب قصر، حين قدم خبر على كان وعلى اسمها نسميه اسلوب قصر. وليه قدمه؟ للتخصيص والتأكيد والاهتمام بالمتقدم، كأنه بحكي له ابدأ بنفسك قبل أن تبدأ بغيرك للتعليم. في البيت الخامس لما قال تصف الدواء لذي استقام، كان توضيح للبيت الذي قبله. تصف الدواء لذي استقام استعارة مكنية، شبه المعلم بالطبيب الذي يصف الدواء، شبه المعلم بطبيب يشخص الدواء ويعطي يشخص الداء ويعطي الدواء. سر الجمال التوضيح، تصوير فيها لنصائح وإرشادات بالدواء. سر الجمال التجسيم، نجعل الحال المشاهد أمامنا حينما شبه العلم بالدواء. تصف الدواء بالاستقام وبالضنا، عطف بالضنا على الاستقام. ليه عطفهم؟ من أجل التنويع. الدواء بين الدواء والسقام التي مفردها سقيم، في محسن بديع اللي هو الطباق، الهدف منه يبرز المعنى ويوضح هذا التضاد. بين السقام والضنا في تشابه بينهم أو ترادف، نسميه إطناب بالترادف يفيد التوكيد. كيما يصح لما قال تصف الدواء لذي استقام وذي الضنا، كيما يصح، كيما يصح هنا تعليل للبيت اللي قبل أو الجزء اللي قبلها. يصح والسقام في عنا طباق، هنا يبرز المعنى ويوضح ويقويه من خلال التضاد. وأيضا لما قال يصح والسقام يبرز جانب الحمق الذي ارتبط بذاك المعلم. وأنت سقيم، شبه هذا المعلم بالشخص السقيم المريض الذي لا يستفيد من تلك النصائح، على سبيل ليس شبهه بالإنسان السقيم على سبيل التهكم والسخرية. وأيضا لما قال وأنت سقيم، كل هاي الجملة حالية، هاي واو الحال، تفيد التوكيد وتوحي بالسخرية لسوء تصرف ذاك المعلم. البيت الخامس اللي هو تصف الدواء لذي استقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، في البيت الخامس
كناية عن فسادة الرأي والحماقة، سر الجمال الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. أيضا في البيت السادس لما قال: وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، دليل وتوضيح للبيت الخامس فيه فساد أو كناية عن فساد الرأي، سر الجمال المعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. لما قالوا تصلح بالرشاد عقولنا كأنه بيصلح بآية، هل العقل يصلح؟ هل العقل كآلة يستخدم؟ هذه إذن استعارة صفة في شيء وعطاها للإنسان، فهنا استعارة مكنية، شبه العقل بشيء بمادة يقوم بإصلاحها. وسر الجمال التجسيم لأنه جعل العقل شيء مشاهد أمامي وكأنه ماسكه بين إيدي، هنا ليه بنسميه تجسيم؟ كأني ماسكه شيء مادي بتعامل معه. هنا أسلوب قصر لما قدم بالرشاد على العقل، قدم بالرشاد على كلمة العقول، والعقول طبعا جاءت إعرابها مفعول به، لماذا قدم بالرشاد الجار والمجرور على عقولنا للتخصيص والتأكيد والاهتمام بالمتقدم اللي هو كلمة الرشاد ويعني تركيزه عليه. عقولنا ليه استخدم عقل؟ ما قال عقل، قال عقولنا الكثرة والإضافة للتخصيص، استخدم عقول كثرة وأضاف لنا هاي الضمير اللي هي المضافة لتخصيص أنها متعلقة بالإنسان. أبدا بمعنى دائما، استخدامها كان يفيد الاستمرار بهذا الشيء والمواكبة له. لما قال وأنت من الرشاد عقيم، استخدامه لما وضع من الرشاد بين نقطتين، هذا نسميه أسلوب قصر، حيث قدم شبه الجملة من الرشاد على الخبر عقيم. ليه قدم من الرشاد على كلمة عقيم؟ للتخصيص والتوكيد، والجملة وأنت عقيم هي جملة حالية تفيد التوكيد. طبعا الأسلوب هنا خبري، لما قال أنت عقيم أسلوب خبري، طبعا هي جملة حالية وهو أسلوب خبري للتقرير. أما كلمة عقيم، استخدم كلمة عقيم وهي نكرة للتهويل والتحقير. تصلح بالرشاد من الرشاد عقيم، تصلح وعقيم هنا طباق يبرز المعنى ويوضح بالتضاد. أما آخر أبيات السابع والثامن والتاسع، لا تنهى عن خلق، وهنا موضوع هذه الأبيات الثلاثة اجعل ظاهرك كباطنك، وأغلب معنى الأبيات في البداية ابدأ بنفسك سنراه يتمثل في هذه الأبيات الثلاثة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. المعاني تنهى بمعنى تمنع أو تزجر، عكسها تأمر، تأتي بمعنى تفعل، عكسها تتجنب أو تكف، عار بمعنى عيب تجمع على أعيار، عكسها كلمة عار الشرف، غيها الضلال، عكسها الرشد، فإذا انتهت عنه، انتهت بمعنى توقفت أو كفت، عكسها تمادت أو استمرت، وعط بمعنى نصحت أو قدمت الإرشاد، عكسها أغويت، يقتدى بالعلم، يقتدى بمعنى يتمثل ويتأسى به، ينفع التعليم، ينفع بمعنى يفيد، عكسها يضر. لاحظوا في الأبيات هذه يحذر الشاعر كن معلم أن ينهى الناس عن ارتكاب أفعال بعد هيك بيكون فيها أو بيرتكبها، وهذا كثير منتشر في أيامنا، لأن في ذلك عار ويعني تقليل من شأن هذا المعلم. وأيضا ينصح أن يبدأ بنفسه ويهذبها فيبدأ بنفسه فيهذبها ويؤدبها ويضعها على طريق الاستقامة والهدى. إذا فعل هذا الشيء هو إنسان حكيم يصلح أن يقتدى به في علمه وخلقه. العلم إذا لم يقترن بالعمل لم يكن علما، إنما كان لهوا ولعبا ولا قيمة له، بل وهو خيانة للعهد الذي أوكل به لتعليم هذه الأجيال. في البيت السابع، لا تنهى عن خلق، هنا حكمة خالدة. لا تنهى هنا نهي، هذه لا ناهية، هذا نسميه أسلوب إنشاء الهدف منه النصح والإرشاد. لا تنهى عن خلق، نكر كلمة خلق للعموم والشمول. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، بين تنهى وتأتي طباق يبرز المعنى ويوضح بالتضاد، ويوحي بسوء تصرف مرتكب هذا الأمر، لأن فيها تناقض بين الأقوال والأفعال وهو شيء مذموم. عار عليك
عار عليك خبر لمبتدأ محذوف. وين المبتدأ؟ هو عار. ليه حذف؟ هو نسمي هذا إيجاز بحذف المبتدأ والتقدير هو عار عشان يركز على الخبر، كلمة عار حتى يركز عليها حذف المبتدأ. عار عليك إذا فعلت، إذا هذه تفيد الثبوت والتحقق، وإذا فعلت هذه جملة اعتراضية الهدف منها التوكيد والاحتراس، فعلت فيها إيجاز لأنه ما قال من المفعول به، حذفه. هذا نسميه إيجاز. إيجاز بماذا؟ إيجاز بحذف المفعول به. ليه حذفه؟ من أجل العموم والشمول. إذا لما بيحذف المفعول أو بيحذف الفاعل حتى يعمم أي شيء بيترتب على هذا الفعل. عار عظيم، وسم العار أو وصفه بأنه عظيم للتهويل وتقبيح الأمر. ابدأ بنفسك فنهها أفعال أمر، نسميها أسلوب إنشائي. ما الهدف منه؟ حث وتحضيض ونصح. ابدأ بنفسك، هل النفس لها بداية ونهاية؟ هنا استعارة، شبه النفس بالشيء الذي يبتدى به، وكأن هذه النفس تخاطبها وتحدثها وتحثها على النصح والإرشاد. وسر الجمال التشخيص، كأن هذه النفس شيء ملموس، عشان كده نسميها مشخصة. كيف يعني مشخصة؟ كأنها شخص قائم أمامنا. ابدأ وانهها محسن، اللي هو الطباق، من أجل إيضاح المعنى وإبرازه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها استعارة، صور النفس إنسان بينها وبيؤمر الشيء عن الظلم والضلال. وسر الجمال في قضية أيضا التشخيص، إذا أغلب الاستعارات كانت قائمة على التشخيص. فانهها عن غي إذا انتهت، هل النفس لها نهاية وبداية؟ أيضا هنا استعارة مكنية، صور النفس إنسانا يتوقف عن الضلال. وسر الجمال أيضا التشخيص، فإذا انتهت أسلوب شرط، إذا هذه شرطية غير جازمة للحث والنصح والترغيب. أنت حكيم جملة حالية، فأنت حكيم، آسف، أنت حكيم هي جاءت جواب الشرط، جواب لما قبلها، وشبه الذي يصلح نفسه بالحكيم. سر الجمال التوضيح لفائدة التخلص من كل ضلال. كان هناك نقد يؤخذ على الشاعر، استخدام الهاء وتكرارها في البيت اللي هو البيت الثامن لما قال ابدأ بنفسك فانهها غيها انتهت عنه. تكرار هذه الهاء أصبح عندنا صعوبة في الشيء الصوتي أو الجرس الموسيقي، والهدف من الشعر أن يكون سلس لين. استخدام هذه الهاءات وتكرارها أصبح عندي يعني مشكلة بالجرس الموسيقي، أثقل جرس الكلمات، جعل صعوبة في النطق، وهذا يتنافى مع سلاسة الشعر. لما قال فهناك، البيت كان نتيجة لما قبله، واستخدام هناك إشارة لتعظيم هذا الأمر لما قال فهناك يقبل ما وعدت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لما قال يقبل إذن في الله عز وجل هو الذي يقبل منه، تعظيم أن هناك رب مطلع على هذا الأمر. يقبل ويقتدى بناء الفعلين بناهم للمجهول ولم يذكر الفاعل للعموم. إذن كل من يقوم أو يفعل هذا الشيء يترتب عليه ما ذكره الشاعر للعموم والشمول. يقتدى بالعلم كناية عن العمل بما يقول. وسر الجمال الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. بين العلم والتعليم جناس ناقص، بين العلم والتعليم جناس ناقص، يعطي جرسا موسيقيا يثير النفس وتطرب له الأذن. في هذا البيت، البيت اللي هو التاسع، كناية عن سرعة الاستجابة وقوة التأثير. لما قال فهناك يقبل ما وعطى ويقتدى، كناية عن سر الاستجابة وقوة التأثير. وسر الجمال الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه بإيجاز وتجسيم. لاحظ في مجموعة من الأسئلة متعلقة بالأبيات لتوضيح الأبيات بشكل عام وتسهيل دراستها. لو قال لك من أي أغراض الشعر أخذت؟ من شعر الحكمة والوعظ. على ما يدل من سمات الإنسان العربي؟ هذه من الألوان التي انتشرت عند العرب قديما، يدل على ذكائهم وحسن تفكيرهم ويبرز خبراتهم وتجاربهم. ما خصائص أسلوب شعر الحكمة؟ واحد، مناسبة الألفاظ للمعاني والدقة في الألفاظ، جمال العبارة ووضوح الدلالة، خبرات تكشفها الألفاظ، إنه الشخص اللي بيتحدث له خبرات متعددة كان هدفه الإصلاح، يدعم الصفات الطيبة في الإنسان ويحث عليها، كان في قلة للصور الخيالية لأنه بيعتمد على الجانب العقلي والإقناع العقلي،
ما الفكرة الرئيسية كانت في هذا النص؟ ضرورة مطابقة القول للفعل. إذا لابد أن الإنسان يتمثل الشيء اللي بيتحدث عنه. ما أسباب قلة الصور الخيالية؟ لأنه بيعتمد على الإقناع والجانب العقلي، فبالتالي هو مش بحاجة للصور والأخيلة والعاطفة. ما ملامح شخصية الشاعر؟ بنركز على هاي الجوانب وبنحفظها حرفيا، ممكن يصير فيها تغيير. حكيم، مجرب، ذكي، بليغ، يعني هو مش جميل، احنا ما شفناش الشاعر حتى نحكي جميل. هو حكيم، هو انسان مجرب لانه من خلال حديثه استشعرنا هذا الشيء. انسان بليغ في الحديث، بارع في التعبير عن معاني. بما تميز اسلوب الشاعر من حيث الالفاظ صور الاسلوب؟ تميز الفاظه كانت سهله واضحه وفيها تاثر بالقران، عباراته سلسه جيده الصياغه ودقيقه السبت، صوره مبتكره مليئه بالحيويه والحركه، فيها جانب اقناع خاصة في جانب الحكم والنصائح، أسلوبه سلس واضح، فيه دقة وفيه يعني إيجاز بشيء وتفصيل بالجوانب اللي بتحتاج لتفصيل، أفكاره مرتبة تدور حول موضوع واحد، ضرورة اتساق ومطابقة الأقوال مع الأفعال. سمات اسلوب الشعر متاثر بالقران الكريم، قله الصور والاخيله لانه بيعتمد على الاقناع، صوره مبتكره فيها حيويه، سهوله ووضوح في الافكار، جوده صياغه، تنويع بين الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي كان الهدف منه التوكيد، الحكمه والخبره الواسعه والالتزام بها. الان لما بنحكي الموسيقى اللي هو العروض اللي كثر السؤال عنه في الطلاب في ماده اللغه العربيه 101. العروض لن تسأل عن التقطيعات، فقط تسأل ما هو البحر الذي تنتمي إليه هذه الأبيات، وهو بحر الكامل، وهو يعد من الموسيقى الخارجية. بحر الكامل، ليه استخدم الشاعر بحر الكامل؟ لأنه من البحور الهادئة التي تنسجم مع معاني الحكم الموجودة في هذه الأبيات. أما الموسيقى الداخلية اللي هي الألفاظ، المعاني، الأفكار جاءت مرتبة، مصاغة بشكل جيد، سلسة، لها وقع جميل على الأذن. هذا أبرز شيء يتعلق بهذا النص، يعطيكم ألف عافية.